طيب لو انا قررت عايزه اطلع العين السخنه، بس انا مش عارف هل العين السخنه فيها اماكن ايه، يعني هل فيها حاجه غير البحر؟ يعني هي العين السخنه احلى حاجه فيها ان هي اقرب حاجه زيها زي الفيوم ساعه ودي ساعه. العين السخنه فيها ميزه تانية ان ممكن حد ياجر يخت، مجموعه اصحاب او عيله تاجر يخت وتطلع جوه البحر وبيصطادوا جوه البحر. واليخت بيكون بالاكل وبالشرب، ممكن ياخدوا تلفريك بيشوفوا منظر البحر من فوق. تلفريك منظر الجبال مع منظر البحر. في ممشى على طريق الزعفرانة. في كافيهات ومحلات ومطاعم ومول. فعلا انا جربت التجربه دي قبل كده على فكره، انا كنت كل ما اروح العين السخنه اروح بس في الاوتيل وبحر واكل سمك وخلاص. فمره وانا رايحه كده على الطريق لقيت كده عيله ونازلين كده شكلهم حلو، هي العيله حتى شكلها حلو. فبعدين وقفت كده قلت عايز اعرف هم رايحين فين، يعني هنا ما فيش شاطئ يعني صخر يعني. فبصيت كده لقيتهم في يخت مستنيهم وشايلين بقى ايه الاكل والشرب والدرينكات والحاجات الحلوه. فسالت تعالى الناس دي رايحه فين؟ قالك دول بياخدوا يوم كامل في البحر بالغدا، وفي بيبقى في حد بيخدمهم على اليخت وفي حد بيطبخ لهم شيف على اليخت، ومش مكلف والاسعار لطيفه جدا. وهي رحله قد ايه الاطفال بينبسطوا لانه بيصطادوا من على اليخت وبيشوفوا بحر وبيشوفوا شمس. يعني لا حقيقي هي يعني رحله يوم واحد بس عبقريه فعلا. ده العين السخن. ده العين السخن.